البطيخ. إليكم أهم المعلومات حول فوائد البطيخ للحامل، فهي تحمي من احتباس السوائل وعلاجه، فإن من ظواهر الحمل المزعجة التي قد تصيب المرأة هي احتباس السوائل في الجسم، إذ أن تناول البطيخ بانتظام يساعد على تصريف السوائل الزائدة من جسم الحامل وعلاج الحالة أو حتى الوقاية من الإصابة بها من الأصل، وهو حل لغثيان الصباح. فقد يساعد تناول البطيخ بانتظام بشكل خاص للحوامل اللواتي يعانين من غثيان الصباح، لا سيما في الأسابيع الأولى من الحمل، ذلك عن طريق تناول كوب من عصير البطيخ الطازج يوميا وكل صباح. كما يحمي الحامل من تصبغات الجلد، تكثر مشاكل البشرة عموما أثناء الحمل، ومع التغيرات الهرمونية قد تصبح البشرة باهتة وجافة. من فوائد البطيخ أنه يساعد على تخليص جسم الحامل من السموم والحفاظ على بشرتها نضرة وصحية طوال الوقت. كما يكافح إمساك الحمل. يعد الإمساك أثناء الحمل أحد المشكلات الشائعة التي قد تعاني منها المرأة، لذلك فإن تناول البطيخ أثناء الحمل أحد الأمور الموصى بها لهذه الحالات تحديدا، إذ يساعد محتوى البطيخ العالي من الألياف والمياه على تعزيز حركة الأمعاء وحجم البراز وتسهيل حركته خارج الجسم لتخليص الحامل من الإمساك المزعج. كما يكافح حرقة المعدة والحموضة، والسبب التغيرات الهرمونية الجسدية العديدة التي تمر بها الحامل أثناء الحمل، إن هذا قد يتسبب بنوع من الحموضة والحرقة في المعدة. إن من فوائد البطيخ للحامل أنه يساعدها إلى حد كبير في التخلص من هذه المشكلات وتحسين الوضع الصحي لجهازها الهضمي بشكل عام. كما يقوي من عضلات الحامل وعظام الجنين، فيساعد تناول البطيخ بانتظام على مكافحة التشنجات العضلية التي قد تحصل في جسم الحامل نتيجة التغيرات الهرمونية المستمرة، كما يساعد على تعزيز وتقوية عظام الجنين أثناء نموه في الرحم، والسبب غنى البطيخ بالكالسيوم والبوتاسيوم. كما يعمل على تحسين مناعة الحامل، فتحتاج الحامل عموما لتوفير كافة العوامل التي تساعد على تقوية مناعتها، لأن جسمها يكون بحاجة لتوفير الحماية من الأمراض لها وللجنين، وتنخفض قوة جهاز المناعة بشكل عام أثناء الحمل، وهو أمر طبيعي. لذلك فإن تناول أغذية مثل البطيخ يعتبر أمرا هاما لتحسين المناعة، والسبب غنى البطيخ بمادة الليكوبين التي يحتاجها جهاز المناعة. علاج الجفاف الذي قد يهدد الحامل والجنين، والسبب محتوى البطيخ العالي من المياه. تعزيز صحة العيون. علاج التهابات المسالك البولية. تنظيف الجسم من السموم والتقليل من مستويات حمض اليوريك في الجسم وتعزيز عمل الكلى وتحسين الصحة. تحسين مستويات الطاقة عند الحامل. التخفيف من نوبات الحر أثناء الحمل. تنصح الحامل بتناول بذور البطيخ كذلك، لأنها غنية بفيتامين سي الهام لجهاز المناعة، كما أنها غنية بالمعادن المختلفة الهامة للحامل والجنين مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد، الحماية من تسمم الحمل. ومع أن البطيخ يعتبر أحد الأغذية الهامة والممتازة والآمنة للحامل، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المضاعفات والمحاذير التي عليك إدراكها أولا، وهذه أهمها. بسبب تأثير البطيخ المضر للبول، قد تخرج بعض المواد المغذية جنبا إلى جنب مع السموم، لذلك يجب الحذر. يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السكريات، الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة بسكر الحمل عند تناوله بإفراط. يجب تناول البطيخ فقط في هيئته الطازجة لتحصيل فوائده، ويجب الحرص على تناول بطيخ غير تالف، خاصة أن البطيخ من الثمار سريعة التلف، فتناول بطيخ قد بدأ في التلف قد يسبب غثيان وتقيؤ ومشاكل هضمية.